يقول: هل يجوز أن أكون ولي لأمي في حالة عدم جواز ولاية الولد لأمه؟ نعم، الابن ولي لأمه، الابن ولي المرأة هو أبوها أو جدها أو ابنها أو ابنها أو أخوها من الأبوين أو من الأب. أما الأخ من الأم ليس وليا، الأخ من الأم ليس وليا لها. ابن عمها أخو أبيها، عمها أخو أبيها، أو ابن عمها، يعني بقية العصبة، بقية العصبة هم أولياؤها. أما جدها لأمها أو خالها أو أخوها لأمها، فهؤلاء من ذوي الأرحام ليس لهم عليها ولاية. نعم. وإذا لم يوجد لها ولي من عصباتها فإن المحكمة الشرعية تتولى العقد لها. نعم.